طيب عايز اسالك على الفتره اللي انت كنت موجود فيها في ناشئين الاسماعيلي سواء ام بي تليفونات بني سويف حتى المقصه الاهلي، عايز اعرف مين من المدربين اللي انت مش ممكن تنساهم لما بيجي سيرتهم بتقول ده واحد من المدربين اللي ليهم فضل عليا. هو الكابتن سونا طبعا ليه فضل كبير عليا. كابتن سونا اللي كان موجود معاك في الاسماعيلي بدا ان هو اول ما شافك في الاختبارات قال لك انا عايز الولد ده. كان ساعتها عندي 10 سنين يعني ما كنتش كملت 11 سنه. والكابتن رضا صدقي طبعا. ويعني في كباتن كتير مش عايز انساهم، مش عايز ازعل حد مني، زي كابتن سمير مرعي، زي كابتن نصر الباكستاني. يعني في ناس كتير يعني. بتتواصل مع عم محمود؟ والله دلوقتي لا. طب هم اكيد بيتفرجوا علينا واكيد بيشوفونا، ايه الرساله اللي تحب تقولها لهم من خلال وجودك معانا؟ احب اشكرهم طبعا والله هم وحشيني كتير، ونفسي اتواصل معاهم يعني ان شاء الله اتواصل معاهم الفتره الجايه. وبحب اشكرهم لانه يعني وقفوا معايا كتير، زي الكابتن سونا والكابتن رضا صديق والكابتن سمير مرعي والكابتن يحيى طبعا. فان شاء الله يبقى ليا يوم ان شاء الله ارد جمايلهم دي. طيب في مرحله الفريق الاول مين من المدربين اللي انت شايف كان ليهم دور وفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان محمود وحيد يبقى محمود وحيد اللي انتقل للنادي الاهلي؟ يعني بنتكلم في مين من المدربين اللي انت شايف ليهم فضل عليك بدايه من الفريق الاول؟ احنا كنا على مرحله الناشئين وقلنا كابتن سونا وغيره وغيره وغيره. والله طبعا انا احب اشكر اوجه الشكر طبعا للكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني كله طبعا، وكابتن منير والدكتور احمد وكابتن جمال عمر، يعني كل الجهاز الفني والجهاز الطبي والعمال طبعا عندنا في المقصه. وبشكر طبعا سياده اللواء محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجد، ويعني بشكر الناس كلها اللي هم ساهموا في انتقال النادي الاهلي، وان شاء الله ابقى اضافه كويسه. عرفت كده في الكواليس ان الكابتن طلعت يوسف ما كانش عايز يفرط فيك لما جه النادي الاهلي، قال لهم لا انا عايزه يعني بعد نهايه الموسم مش لازم في يناير. هو ممكن ممكن كان في الاول كده، بس انا حابب. طب اتكلم معاك وقال لك محمود اصبر لنهايه الموسم. لا هو الكابتن طلع كان بيتواصل مع الاداره على طول، او مع الرئيس محمد عبد السلام. فهو طبعا انا حابب ان انا امشي اروح النادي الاهلي، ويعني هي ما بتجيش كل يوم. فرصه مش هتيجي تاني. طيب انا بقول لك هي ما بتجيش كل يوم يعني. فهي فرصه بالنسبه لي والحمد لله اتحققت يعني. كابتن ايهاب جلال في الفتره اللي انت كنت موجود فيها حصل لك اصابه، لكن هو وقف جنبك ودعمك وبدا ان هو يحطك على الطريق تاني، هل شايف كابتن ايهاب وجوده في فترة من الفترات اللي كان موجود فيها محمود وحيد كان مؤثر بشكل إيجابي معاك؟ هو طبعا بعد ربنا هو اللي رجعنا نلعب كرة تاني ووقف على رجلي تاني بعد الإصابة دي، وطبعا يعني بعتبره الأب الروحي يعني أحب أشكره طبعا. فأحب أشكره طبعا وأتمنى له يعني التوفيق إن شاء الله في الفترة الجاية. أول يوم نادي الأهلي كابتن محمد إبراهيم عشان ما انساش بس.